هاد السيد هذا احنا ما عرفناش منين جا، هادي تقريبا هو شي 6 سنوات هنايا ولا كنسولوه، كان ما كيتهاوش معانا ما كيفهمش، كنقول له زعما انك انت كتعرف شي موطا نديوك ليه له ولا هادي، قالنا لا ما عرفناش من اللي جا حنا هنايا اخي عبد الله. وهاد السيد هنايا مسكين توبي هنا عايش بالليل وبالنهار، شتا علاه الماء علاه البارد، وكانوا بزاف هنايا ومشاو ماتوا هنايا. ايوا نتمنى التوفيق ان السيد هذا يجيو يديوه من هنايا وما يخليوهش هنايا، حنا الدوله ديالنا مزيانه عظمى الحمد لله، حنايا عندنا الخيريه عندنا المؤسسه ديال هذا الشيء هذا، ما خصوش يكون هذا الشيء هذا. هيدا قام بواحد السيد هنايا هو كيمثل الشركه هنايا كيدفع النفايات، اتصل بهذا لافيلاس، جات هذا لافيلاس من هنايا قال لك حنا ما كنهزوش السيد بدون جرح، قلنا له ما يمكنش يكون هذا السيد هذا اقصى جرح عنده في حياته خصكم تديوه من هنايا. هو ماشي اللي قالوا لنا، قالوا لنا ودي هذا السيد هذا ماشي هبطوه انت حيت ما غايخليوه مسيب ما كاينش اللي يديه. وانا قلت لهم خليوه هنايا وحنا كنتهلاو فيه الحمد لله الملاطي صفين هادي كي هذا السيد هذا، وانا ما كيلعش هنا في هذا الجو هذا، كتوصل لدرجه البروده هنايا في اخر ساعه ما كتجو 3 ل 4 اللي كتكون واحد الدرجه البروده بزاف، كيشعلوا له الدراري العافيه هنايا كيجي كيسخو فيها ساعه ما كيشعلوا حتى شي واحد العافيه كتجبروه هنايا الله يحسن العون وصافي. كنشوفوا الحاله ديال السيد هذا خصو كتسمى اللي يتكفل به، ضروري خصو شي واحد اللي يتكفل به، ما كيجبرش اللي غادي يعاونو، هو عنده اضطرابات عقليه ولا عنده شي مشكل في الشخصيه ديالو ولا العلم لله شنو واقع له، ما كيهضرش بزاف منعزل على الناس، ماشي شي واحد اللي كيشارك المشاكل ديالو مع الناس ولا شي حاجه، كتسمى هذا الانسان هذا خصو اللي يكون به وصافي. كتسمى كاين جمعيات كاين خيريات في المغرب، كاين الناس اللي غتقدر تكفل بهذا الانسان هذا ماديا ومعنويا، كتسمى الغالب الله ما عنده ما يعدل. دابا قبيله تيجات واحد جاو الزوام ما بغاوش يهزوها ما بغاش يتهزهم، يعني ما عرفش مشكل واش ما جبروش اللي وقف معاه ولا ما عرفوا واش ولا العلم لله.